Okay, so le milieu d'électrique, Rabat-Kon, Rabat-Kon finalement, ce qui nous intéresse, en fait, le milieu d'électrique. Ce qui nous intéresse, c'est nous avons une compréhension. Any understanding. Le phénomène au niveau microscopique. Et nous allons faire au niveau de l'échelle des atomes et des molécules. Chambisir microscopically. Nous allons en fait le comportement, yani le behavior statique. وراح اشرح بعدين شو مقصود بالستاتيك وبدنا نشوف الكومبورتمون ديناميك لمين للميليو ديالكتريك هيدا بالبارتي اللي خاصة بالديالكتريك داكو وكنت عم خبركم انه الميليو ديالكتريك بالنتيجة هو عمليا انسوليتر يعني ماتيريو ايزولون ما بيمرق كهرباء بس بيمرق electric field بس ما بيمرق electrical current اوكي يعني الميليو دي الكتريك اذا في عندي ان دي الكتريك اذا وصلت فيه شريط ما بيمرق كهرباء اوكي بس المليو دي الكتريك اذا حطيت externally من برا خليني ارسمها بطريقة تانية اذا رسمت هيك electric field champ electric en fait هذا الشامب الكتريك بيقطع بقلبه بيصير اسمه أبريم وبيرجع بيظهر فإذا هيدي نقطة كتير مهمة كورون باس با او انتر دون لو ديالكتريك وكنت عم اقول لكم انه كونتونا un champ électrique ou phi charge elle n'a une charge Q et ça qu'en fait un des electric field champ électrique et la charge rah bisir fi alay force اللي هي Q fois E هذا شيء بتعرفوه من زمان بسيط وطبعا هالفورس هيدي يا اما بتكون مثل ال E إذا كان الشارج بوزيتيف يا ما بتكون عكس ال E إذا كان الشارج نيجاتيف داكور السؤال كان what happens شو بيصير qu'est-ce qui se passe pour les charges dans un matériau. يعني إذا نحن اتفقنا إنه الشان إلكتريك بيقطع بقلب الماتيريو دي إلكتريك بيفوت بقلبه بيدخل بقلب الماتيريو طب ما هيدا في بقلبه شارج في بقلبه إلكترونات وبروتونات شو بيصير لهم؟ ما بيصير عليهم فورس؟ طب إذا صار عليهم فورس شو بيصير؟ هيدا إجمالاً يلي حنحكي عنه اون ديتاي او نيفو ميكروسكوبيك هلا كمان شغله بدي اوضحها قبل ما نكفي الكومبورتمون ستاتيك شو هو الستاتيك بيهيفير هو لما بيكون الشان الكتريك اكستيريور
يعني إذا في عندي electric field محطوط من برا استاتيك، استاتيك يعني constant. يعني ne varie pas avec le temps. مثلا جبت بطارية حطيت 12 فولت، يعني مثلا اكزامبل، اكزامبل جبنا بطارية بلاك ميتاليك وصلناها على 10 فولت او 12 فولت وات ايفر، وجبنا بلاك تانية وصلناها على الماس على الزيرو يعني، فبيخلق بيناتهم شون الكتريك، وهذا الشون الكتريك دي سي ستاتيك، لانه السورس هون كونستانت. هذا المقصود بشون الكتريك ستاتيك او بالكومبورتمون ستاتيك. كليرمون اوبفيسلي الكومبورتمون ديناميك، يعني لما حنحكي عن الكومبورتمون ديناميك، وهلا حوضح شو قصدي بالكومبورتمون، يعني شو البيهيفيا، شو قصدي ببيهيفيا، لمين البيهيفيا، الكومبورتمون دو كوا. الكومبورتمون ديناميك هو لما بيكون الشان الكتريك اكستيريور اي فاريابل، يعني بيكون في عندي ان شان او كي فونكسيون دو تان. بكل بساطة نفس المبدأ، إذا بيجي بياخد كمان نفس البلاك بس هلا بوصلها على سورس الترناتيف وبحط بلاك تاني قدامها وبوصلها على الماس، اللي بده يصير انه مرة الشان حيكون هيك، بيرجع بعد شوي حيصير هيك هيك وهيك هيك وهيك، سو حيكون في عندي شان الترناتيف او اي فاريابل ان فونكسيون دو تان. ليش؟ لانه هيدا سورس دو بوتنسيال الترناتيف. لانه بتعرفوا انتو انه الشان الكتريك على طول بيروح من البلوس للموا، داكور؟ فلما بيكون الكورون او السورس دو بوتنسيال هون بلوس وهون موا، بيروح الشان هيك، لما بيقلب لانه هو الترناتيف بيصير بيروح الشان بالمقلوب. فعمليا انا في عندي شان عم يتحرك دون لو تون، مش ثابت. طيب شو المقصود بكومبورتمون؟ لو كومبورتمون البيهيفيير المقصود فيه لا ريبونس دو ماتيريو دي الكتريك، جوابه للديالكتريك ماتيريال ان بريزونس d'un champ E. Extérieur. يعني en fait انا اللي بدي ادرسه انه انا اذا عندي جبت ماتيريو دي الكتريك مثلا تفلون ماتيريو دي الكتريك، وجيت دورت شان الكتريك من برا، دورته، هيدا الماتيريو شو راح يعمل؟ الكومبورتمون تبعه شو هو؟ شو راح يعمل؟ راح يشرج، راح يمرق كهرباء، راح يبطل يمرق كهرباء، راح يحترق، راح اوكي؟ هيدا اللي بدنا نشوفه وكيف بيصير هذا الموضوع. دونك رح ابدا بباراجراف، هلا انا ماني مرقمه للباراجراف فات تو بي اونست، اكشلي رح رقمه هيك مثل النوت بوك تبعي، والنوت بوك شوفوا اي ثينك يس، في عندي نوت بوك يعني الليكتشر نوتس دفتري التحضير موجود، ورح احط لكم اياه على الويب سايت اكشلي، وابعث لكم اللينك لتشوفوه على الويب سايت. وين انا هون؟ في 450 فولت. فوالا.
خلوني بس احط التشارجر. اوكي، الدفتر البوك تبعي، فالنوت بوك طبعا انا عم بشرح منه وحيكون معكم يعني. هلا انا كاتب بالانجليزي وساعه بكتب بالفرنسي وساعه بكتب بالانجليزي لاني بفكر بالاثنين. بون يسامبل انه معظم الفرنسي، سو انا رح احطه على الانترنت anyway، وطبعا لا عم بشرح لكم منه. طيب هذا التيتر اللي هو النوسيون جينيرال و رابيل دي نوسيون، رابيل دي نوسيون اسونسييل، انا هيك مسميها رابيل دي نوسيون اسونسييل. اون نوسيون بالبارتي بي بدي احكي عن الديبول الكتريك، الالكتريك دايبول. شو ضاوي انا حتى عم يعمل كده العجل؟ لحظة بس خليني اطفي هاي. اوكي في هذا كمان I guess. العاج أخفت بس الكمبيوتر علق. اوكي جود، سو الديبول الكتريك او الالكتريك دايبول بدنا ناخذ نوسيون اليمونتير لان حتى نستعملهم ونتذكر شو بيصير. ديبول الكتريك هو عبارة عن un système c'est un système par deux charges électriques séparées. يعني en fait عندي اثنين شارج طبعا دكتور أنا ما عم بسمع شيء، هذا عم يسمع؟ الو سامعيني؟ سامعيني هلا؟ ايه هلا عم بسمعك دكتور. ايه هلا مش الحال. اوكي اوكي خليني اطفي كل هون لانه ما بعرف اذا سامعين العجقه. من الفم شوي عم بيعلق الكمبيوتر. اوكي المطلوب هلا يكون الوضع احسن. سامعيني رايت؟ اوكي سامعيني هلا؟ اوكي طيب
سو كنا عم نقول الديبول الكتريك بدنا ندرس اكشلي الديبول الكتريك سريعا وهو شيء بسيط. En fait, c'est un système qui est formé par deux charges électriques de signes opposés qui sont séparées par une certaine distance. يعني في عندي اثنين شارج Q1 Q2 في بيناتهم une certaine distance de séparation distance D. OK, le sign هن سوري دكتور، إذا عم تكتب نحن ما بنسمع، ما بنشوف صوتك. اوكي، لانه تغير ال يا الله، لانه طلع. طيب سوري. اوكي سو اثنين شارج سيني اوبوزي ديستانس بيناتهم دي، où les deux charges sont égaux en valeur. Et les valeurs de Q1 ou de Q2 sont les mêmes. Haïda, eh bien, nous avons dipôle électrique. Haïda, nous avons dipôle. Dipôle. OK? Et les bédis choufou, haïda, nous avons un dipôle électrique. Haïda, dipôle, chou le potentiel, ou le potential, ou l'électric field, les bien. So, خليني اخذ un système en fait 3D. Donc, راح باخذ OK. So, عندي x, y et z. Ou pour la simplicité des choses, on chaîne qu'on voit le point O, une charge positive à ce plus Q, on a une charge négative moins Q, ou la distance by net on est D, so how that distance où est D sur 2. Ok? Faisons un dipôle. Plus Q, moins Q. D'accord? Le question là, on va voir à un given point, yani à un point M donné de l'espace, ils appellent le point M on va dire, quel est le potentiel ou le potentiel électrique phi, il est dépendant de X, Y et Z. بدي جيب الفي او بوان ام. طبعا البوان ام هو نقطة اربيتراري اربيتراير، فانا رح جيبها ان فونكسيون دو اكس يغاك زد. داكور، البوتنسيال بيهمني اعرف فيه الديستانس بين السنتر دو ديبول، او بالاحرى يعني centre du pôle regardez mais des distances ben charge R, d'accord, ou le charge Q. Il est bien le hala digible le potentiel créé dans l'espace par ce dipôle. Et le potentiel créé dans l'espace par ce dipôle, où est-ce qu'on a le potentiel il y a un le plus Q ou le potentiel il y a un le moins Q. Et nous avons un peu bientôt il y a le potentiel il y a un le dipôle plus moins Q. Donc, on va voir le potentiel créé d'abord par plus Q. La note M est très loin de la charge plus Q d'une distance R. Mais je ne vais pas oublier que ce point M عندها des coordonnées x, y, z de la façon suivante. لأنه أنا ب 3 dimension عندي هيدي هي z. Donc z du point M. D'accord. رح سمي هلا بدنا كنت تساعدوا معي لنشوف إذا 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 بتبين عليكم بالرسم ولا لا. لاحظوا إنه ال point Q هيدي الشارج هيدا عالي بعيد
عن البلان اكس واي يعني عالي عن الارض une certaine distance d sur 2 اوكي جي رح بعمله هلا انا رح اقول انه البروجيكسيون هيدي هي نقطه ان وبالتالي هيدي الشارج كيو تعطيني مسافه حسميها ال هيدي المسافه هي قديش عاليه الشارج كيو عن الارض اللي هو البلان اكس واي ليش عم بعمل هذا الشيء؟ خلينا نجيب البوتنسيال كريي بار ال بوان بلس كيو. لاحظوا انه انا اخذت هيدي الحاله لانه هون في عندي 90 دوغري وانا بدي اجيب ار تلزمني ار سو دخلت هيدي البوتيت ال اوكي لانه بيلزمني ان فات استعمل هيدا التريانجل بس لتفهموا ليش عملت هيدا الشيء انا بيلزمني استعمل هيدا التريانجل للجيومتري تبعيتي لهالسبب دخلت ال ال وبتعرفوا اذا بتشوفوا على الرسمه ال ال ان فات بتساوي زد ناقص هيدي المسافة اللي هي d over 2 داكور؟ فإذا ليش عم عمل هيدا الشيء؟ لأنه بدي جيب البوتنسيال كريي بار لا شارج بلس كيو على النقطة x, y, z إذا بتتذكروا البوتنسيال في أو v البوتنسيال v شفتوه يمكن مع دكتور هشام هو 1 sur 4 pi epsilon 0 الشارج على الديستانس صح؟ فإذا أنا البتيت إر هيدي بيلزمني أعرفها لأقدر أجيب البوتنسيال لهالسبب أخذت هيدا التريونج طيب بهيدا التريونج بما إنه تريونج ريكتونجل عندي إر أو كاري بتساوي إل أو كاري بلس هيدا الديستانس أو كاري هيدا الديستانس فلا هيدا الديستانس من هون لهون شو هو هو هيدا او ان صح اكس بلس واي او صحيح فاذا ار او كاري دابخي لا جيومتري هي ال او كاري بلس او ان او كاري افيك او ان او كاري بتساوي اكس كاري بلس واي كاري سو فينالمون رح يطلع عندي انا انه و L كمان شو بتساوي؟ L بتساوي Z Z موان D سور 2 داكور؟ فأنا عمليا R أو كاري صارت بتساوي Z موان D سور 2 أو كاري بلس X2 بلس Y2 فإذا رح أرجع أكد على الكل لنشوف إذا واضحة الفكرة R هيدا تريانجل ريكتانجل عنده رايت انجل سو الهايبوتينوس الهايبوتينوس R أو كاري إيجال L أو كاري هيدي الدغوات بلس هيدي الدغوات أو كاري أور هيدي الكوتي هيدي السايد هي ذات الـ ON لأنه أنا بس عامل بروجكشن So L au carré plus ON au carré. Ou ON au carré, le plan XY, il est finalement X carré plus Y carré. Bon. Ils ont un sujet qui est très important. So R finalement, ça va être racine carré, la Z moins D sur 2 au carré plus X2 plus Y2. صار معناتها البوتنسيال كريي بار لا شارج بلس كيو في كريي بار بلس كيو ان امبورت كال بوان اكس واي زد صار فيني اكتبها 1 سور 4 بي ابسيلون 0 الشارج كيو على الفالور دو ار اللي هو راسين كاري لا زد موان دي سور 2 او كاري بلس اكس 2 بلس واي 2 هاي البوتنسيال اللي عملو البلس كيو
لا ما تنسوا انه انا كل شغلي شو بدي جيب البوتنسيال كرييي بار لو ديبول، يعني بعد في عندي الموان كيو، هاي جبناها، هايدي جبناها، لا بدنا نجيب البوتنسيال كرييي بار موان كيو. بتلاحظوا اذا برجع بعمل رسمة على السريع عندي البوان او، عندي البلوس كيو هون، رح جرب شوي وسع الديفيرونس، والموان كيو هون، وهيدا الديستانس كمان ايجال دي سور دو، داكور؟ وكنت تخيلوا معي هيدا البلان، اوكي؟ هيدا البلان مثل طاولة الازاز، سو الموان كيو والدي هذا تحت الطاولة هن، اوكي؟ يعني أنا عم بشتغل تحت الطاولة هلا صرت، قبل كنت عم بشتغل فوق الطاولة. بدي اجيب لو بوان ام، لو بوتنسيال او بوان ام، من جديد بدي هيدا الديستانس، فيني سميه من جديد كمان ار، اوكي، او ار بريم، بكون مثل ما بتكون، وكمان بعمل له بروجيكسيون على الطاولة، رايت؟ نفس المبدأ ما تغير شيء، عندي اكس اي واي، هيدي البوان ان، الفرق الوحيد بس انه هاي النقطة صارت تحت الطاولة بغمق دي سور دو، اوكي؟ سو هلا صرت بسمي هيدي كلها ال، وهاي هي زد. انتبهوا هيدي الزد للبوان ام، يعني هي الام قديش بعيدة عن سطح الطاولة الأرض البلان اكس واي، بينما ال هي النقطة ام قديش بعيدة عن النيفو تبع الشارج. سو إذا بترجعوا للكالكول نفس الشيء، هون عندي تريانجل ريكتانجل ار بريم او كاري ايجال ال، بس قبل الاكس واي، الاكس واي ما لازم يكونوا مقلوبين؟ نو نو اتون اكس واي، اكس ما هو البروجكشن تبع الام على الاكس؟ يا اوكي، قصدك هدول الاكس واي، ايه مزبوط مزبوط، اي ام سوري، هدول يعني صح، اوكي. فينا نعمل هيدي هيك بس تشوفوا، سو الار بريم سكويرد هي ال سكويرد ال او كاري بلس هيدا الديستانس الاخضر هون او كاري اللي هو او ان او كاري، نفس المبدا مثل اللي قبل، اوكي. سو الفي كريي بار لا شارج موان كيو على le point x, y, z هي 1 sur 4 pi epsilon 0 moins q، هلا لانه الشارج هو moins q، على الديستانس r prime. or r prime au carré حتطلع هي en fait z plus d sur 2 plus au carré. ليش plus؟ لانه عندي z de m زدت عليا d sur 2 لصير على النيفو تبع الموان كيو، بلس اكس كاري بلس واي كاري، دكور؟ سو ار بريم رح بتكون الغسين كاري لهيدي العجقة يلي كتبناها، اوكي؟ بلس اكس 2 بلس واي 2. جريت، اصبح انا صار في عندي هلا البوتنسيال كريي بار لو ديبول بحي لنقطة اكس واي زد بالاسباس، هو البوتنسيال كرييي بار كيو 1 فان بلس كيو بلس لو بوتنسيال كرييي بار موان كيو، يعني هو الفي كرييي بار لو ديبول بيساوي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 با ان فيت كيو على الراسين كاري زد موان دي سور 2 plus x2 plus y2 plus moins q à la racine carrée là z plus d sur 2 au carré plus x2 plus y2. Alors,
بدنا نعمل ابروكسيميشن صغيره. شو هي هالابروكسيميشن صغيره؟ بون il faudra faire وحنشوف انه الابلكيشن valid. il faudra faire une approximation. شو هي هالابروكسيميشن؟ الابروكسيميشن هي جايه من نوت انه la distance, distance اللي بيبعد الشارج دون ديبول, la distance qui sépare les deux charges du dipôle est très 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 faible. Très faible. يعني انا ما بحكي عن ديبول الا اذا عندي اثنين شارج de signes opposés qui sont égales وبعاد عن بعضهم شوي صغيره مش كتير يعني كتير شوي. اوكي يعني اذا عندي اثنين شارج والله حاطط واحد باول اوضه والثاني باخر الاوضه ما فيني اسمي ديبول. هلا فيني اسمي ديبول بحاله واحده لما بيكون يعني مثلا افترضوا حاطط انا شارج باول الاوضه وشارج ثاني بثاني باخر الاوضه الثانيه, سو المسافه بيناتهم متر مثلا او مترين, خليني ارسمها اكشلي. اذا عندي شارج هون وشارج تاني هون بلس كيو وموان كيو داكور, هيدي المسافة اللي هي دي بدي قارنها بالبوزيسيون تبع البوان. اذا عم شوف بوان هون بتكون هيدا الديستانس ار. اوكي دي و ار سون كومبارابل, دي و ار كومبارابل قراب من بعضهم, اصبح هيدا ما فيني اعتبره ديبول. با دو ديبول. بينما اذا كانت البوان ام على سطح الشمس مثلا يعني كتير المسافه بعيده, بيصير هدول الديستانس كتير صغير, يعتبر كتير صغير بالنسبه للمسافات. سو بدو يكون في كومباريزون, داكور, كومباريزون بين زد يعني البوزيسيون للبوان والديستانس دي. إذا كانت زد أكبر بكتير من دي اللي هن بعدهم عن بعضهم, بتكون عندي سيتياسيون دون ديبول. فإذا شو الكونسبت؟ الكونسبت هي إنه أنا في عندي زد موان أو بلوس دي سور دو أو كاري. هيدي بينت معي بالإكسبرسيون دو إر. هيدي إذا بعملها ديفلوبمون بتعطيني زد دو بلوس زد فوا دي afin plus ou moins ou plus plus d sur 2 au carré. Ça? En fait, إذا بتتذكروا أنتو في عنا الابروكسيماسيون اللي فينا نقول موان أو بلوس دي سور دو أو كاري, فينا نكتبها زد موان بلوس دو فوا دي سور دو, يعني بننزل هاي لهون سي دي سور دو أصغر بكتير من زد. مظبوط ولا لا؟ en fait هذه زد 2 انا قلت هون une connerie. non en même temps pardon en même temps بما انه عندي D 2 sur 4, D 2 sur 4 أصغر بكتير بكتير من Z 2, لأنه distance D أصغر من Z, so D 2 sur 4 صارت أصغر بكتير, صارت negligible, donc on peut la négliger. Ok, so في عندي deux possibilités d'approximation. Ce qui m'intéresse finalement,
انه انا جو بو باسي دو سيت اكسبرسيون فيني نروح من الاكسبرسيون الطويله اللي فيها سكون دوغري محلين فيني حولها لا ان سيتوياسيون سامبليفيي يعني فيني اقول نو بوريون سامبليفيي او نو بورون نو بوفون سامبليفيي ونقول انه ان فيت ار او ار بريم ايغال الراسين كاري la z moins d sur 2 au carré plus x2 plus y2 fin en fait n'ektaba haydi ka racine carré z moins d sur 2 au carré is actually on a simplifié d2 sur 4 on l'a négligé et bien là andi btsawi en fait z2 moins zd plus x2 plus y2 شو عملت انا هون بس لنعرف كيف انتقلت من هون لهون simplifié d2 sur 4 تقريبا égal 0 comparé à z2 moins zd d'accord فاذا شو بتعطيني هيدي بتعطيني دكتور انت كاتب ابل زد ولا دودي؟ وين؟ كاتب دودي هي دو زد سو دو ايه عفوا مظبوط صحيح لانه ابي مظبوط فاذا اكشلي شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي انه هذا الديستانس اللي هو So, بيطلع عندي الفي كريي بار بلوس كيو هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 داكور كيو على هاي صارت بتنكتب غاسين كاري لا اكس 2 بلوس ي 2 بلوس زد 2 موان زد دي داكور والفي موان كيو ou le phi créé par la charge moins q, n'a pas de 1 sur 4 pi epsilon 0, moins q à la racine carrée, la x2 plus y2 plus z2 plus zd. Fahala, okay. Mais nous avons dit nous. Fina. نختزل لأنه x2 plus y2 plus z2 تعطيني r au carré لأنه إذا عندي point m هون هاي دي distance par rapport à l'origine grand R هي شو هي x2 plus y2 plus z2 d'accord les positions du point M. Il y a un rayon position à distance du point M par rapport à l'origine. So, Haitland dit en fait, par conséquence, phi total à phi du dipôle, il est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q à la racine carrée R2 plus ZD. عفوا موان زد دي موان زد دي ام بلوس موان كيو سور راسين كاري كمان لل ار 2 بلوس زد دي جريت فيني طلع الار او كاري لبرا سو فيني اقول عندي اكشلي كيو على 4 بي ابسيلون 0 1 sur R racine carrée la 1 moins ZD sur R2. Vous voyez là là. Tout n'y fia. Chat le R au carré, tacht le racine carrée en commun. Bit l'an dit 1 moins ZD sur R2. Le R au carré, ptal la barrat le racine carré, psir 1 sur R. Moins 1 sur R racine carrée de 1 plus Z D
sur R2. مظبوط؟ ماشي الحال؟ ايه ماشي الحال، بس ليش عملنا هستاب؟ شو بنستفاد من R ان ال Z دي over R squared؟ لانه زد دي على الار سكوير كثير صغيره، فاصغر بالاحرى. فشو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي ان فات كيو سور 4 بي ابسيلون 0 1 سور ار، صح؟ هاي رح طلعها لفوق، يعني حيكون في عندي 1 ماينس زد بي سور ار au carré à la puissance moins 1 demi moins 1 sur r 1 plus zd sur r au carré à la puissance moins 1 demi. Alors on il a fait un 1 plus epsilon ou epsilon asgar min 1 à la puissance n haydi btinkatab taqriban 1 plus n epsilon. So إذا بستعمل هيدي التايلر بيسموها هيدي التايلر ابروكسيميشن او اكسبنشن، سو في بيطلع عندي q sur 4 pi epsilon 0 r بياخدها فاكتور كومان 1 plus 1 demi zd sur r au carré لانه نزلت الموان 1 demi لهون موان 1 moins 1 demi zd sur r au carré. Comment est-ce que c'est Heidi? Là. Donc, si vous avez un cafou, vous avez un q sur 4 pi epsilon 0 r, l'un bureau, zd sur r au carré. حيطلع عندي الفي توتال هو 1 sur 4 pi epsilon 0 q، او بالاحرى حتى نكتب شكلها احلى حخليها z sur r3 q fois d. طيب لشو عملنا كل هالعجقة هاي؟ لشو عملنا كل هالعجقة هاي دي؟ لنقول ان فات انه لو بوتنسيال الكتريك كريي بار ان ديبول، يعني اذا عندي دايبول البوتنسيال الكتريك اللي حيعمله بالاسباس بروبورسيونيل ا كيو فوا دي. كيو هو الشارج دو ديبول ودي هو السيباراسيون انتر لي شارج دو ديبول. D'accord. L'éche proportionnelle, l'aïko, la anno, le potentiel créé par le dipôle, il est proportionnel à Q fois D. Fait la champ électrique proportionnel à Q fois D, etc. 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 le proportionnel à Q fois D. Donc, on appelle le Q fois D, Heidi, l'entité on appelle moment dipolaire d'un dipôle électrique P égale Q fois D. Aspar, quel chibadier ana ou qu'infini ou l'eau
حكي لكم والله عنده مومون دي بولير بي ايجال كيو فوا دي، بس هيك بس لتشوفوا وين بتبين الكيو فوا دي من وين بتيجي، بتيجي من الالكتروستاتيكس العاديين. يعني انا بس عم جيب فورس الكتريك او بوتنسيال الكتريك بين دو شارج اي ان بوان دون لسباس. المومون دي بولير، توت دي بول الكتريك possède un moment dipolaire. Asbah, ka première conclusion, conclusion, mhemmektir, tout dipôle électrique, ou haïdi l'akid, n'tu ptarfou, amn l'assais, y'a ma'am, hkikou chi jdid, tout dipôle électrique possède un moment dipolaire, بعد ما فتت بدي الكتريك ها انا عم بعمل لكم اذا بدكم غبال بس رح يلزمني هالغبال ان مومون ديبولير بي تل كو لو فيكتور مومون ديبولير بي ايت ايغال نكتبو هيدي بيتي بي مش هيك كتبت الايغال من فوق مش جران بي لانه بعد شوي حنشوف جران بي سي اوتر شوز هو كيو فوا دي فيكتور avec le vecteur d orienté de plus q vers moins q. Ok, so il y a un dipôle formé par plus q et par moins q. Fait un moment dipolaire p qui est orienté comme ça. D'accord? Égal à q fois d. تمام. هلا ليش عملنا كل هال الغبال او الانيسياسيون؟ لانه ان فيت كنت انا ان اتوم، يعني انا حقلكم اياها اذا شو بيسموها هيدز اب، هيدز اب يعني قبل ما نكفي بس لتعرفوا ليش. يا الله الفرنسوية شو بيحكوا يا عمي، يا الله شو بيحكوا الفرنسوية ما بيسكتوا، عارف كيف بيشتغلوا كل النهار عم يحكوا بالكوريدورات. هيدز اب كان لي اتوم، لما الاتوم دون ان ماتيريو، كان لي اتوم دون ان ماتيريو seront soumis à un champ électrique. يعني لما هالشان الكتريك رح يفوت بقلب الماتيريو، ok، شو رح يعمل؟ les charges plus et moins dans l'atome، الشارجات النيجاتيف والبوزيتيف يعني الالكترونات اذا بدكم اللي بقلب الاتوم بقلب الماتيريو vont subir un léger déplacement. يعني رح يعملوا displacement، local displacement. يعني انا بيكون في عندي الاتوم فيها الالكترونز والنيوكليوس بشكل انه التوتال تشارج الزيرو، حتى جيومتريكلي سبيكينج زيرو، يعني الزيرو هو بنصها للاتوم. لما بيجي الكتريك فيلد من برا بيدفشهم شوي للالكترونات وبيشدهم شوي للبروتونات، شوي صغيره بس سوفيزامون ليخلق عندي شو؟ ان ديبول لوكال. اوكي؟ لهالسبب ذكرنا بالديبول لانه اون فوا حنحكي عن الريبونس لان ماتيريو دي الكتريك، اون فوا رح نحكي عن الريبونس للماتيريو دي الكتريك لما بدي احطه بقلب شان، يعني انا حجيب محاية، هيدا ماتيريو دي الكتريك، داكور، تركو هيك انا بوشي، بس حطه بقلب شان الكتريك، يعني دور شان الكتريك بهالاوضه مثلا حطه، اوكي؟ رح تكتشفوا بعدين انه هيدا رح بكهرب، مش رح يمرق كهرباء، هو رح يكهرب، رح يصير في بقلبه شارج، او اتليست على السيرفاس تبعه في شارج، اوكي؟ وهيدا الشيء نحن بنعيشه، خاصة هلا بالشتوية، يعني أنا امبارح مثلا لابس كنزة صوف، برد، جيت افتح الباب كهربت. ليش كهربت؟ لانه انتم بتقولوا مشرش
ما بعرف شو التعبير نسيته. الفكرة انه في شو الكتريك عالي بالجو بيخلي يصير في شارج ستاتيك علي، على على المسكات الباب، على تيوا، ولما بتيجي تكمشهم او تقرب عليهم رب بتكهرب. سو نفس المبدا رح بنشوفه، بس نحن رح نفهم شو عم بيصير او نيفو ميكروسكوب. هيدي الكف، هيدا مش عم نحل مايكل جاكسون، بس هذا مش هنقدر اكتب اكشلي على الباد، عشان اسند ايدي على الباد واكتب ما بتقعد بتعمل جسم. ف عم شوفها طالع شكلها مثل باتمان، بس يعني اوكي. حدا عنده شيء اسئله؟ دكتور انا عندي سؤال، ما بيجي الشون الكتريك عندك؟ مش بقى انه في شون الكتريك ما بكهرب من ورا وقت افتح الكهرباء. انت شو رايك؟ شو الفرق بين الصيف والشتاء؟ يعني هو مختص. ايه بس شو الفرق؟ مش بس التمبيراتور. بالصيف نحن بنروح على البحر كرمال شو؟ او توكا الناس اللي بعرفهم بيروحوا على البحر مشان يتشمسوا، لانه في شمس. سو في شمس يعني ما في غيوم. اون فات الفرق بالغيوم، اذا بد الغيوم اللي بتشرش، الغيم بيشرش. هلا السؤال اذا سالني اياه من وين بيجي الشارش على الغيم، بقول لك من عند الله ما بعرف، بس الغيم بيشرج. بيشرج probably plus positive. الغيم بيشرج 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 بيشرج. كل ما شرج الغيم، كل ما صار بين الغيمة وبين الأرض، لأن الأرض هي الجراوند، هي الماس، هي الزيرو، كل ما صار في بيناتهم شو؟ شو إلكتريك. يعني نحن بنكون عايشين بقلب كوندنساتور طبيعي. يعني هلا نحن إذا بتطلع لبرا هيك الغيوم وكذا، كوندنساتور العام ليترلي يعني. اوكي كوندنساتور في شون الكتريك، وكل هالشارج اللي موجودين بثيابنا بايدينا بجسمنا كله هيدا حسب طبيعه جسمك، حسب الماتيريو نفسه، حسب وين انت بالنسبه للشارجات، بالنسبه هالشون الكتريك. لانه منه بالضروري يكون شون الكتريك كونستان، يعني في محل في غيم، في محل ما في غيم، في محل في كوندنسيتي اكثر للشارج، بس فينالمون في شون الكتريك جاي من ورا الديفيرونس دو بوتنسيال بين الغيم والارض. ولما بيكبر كتير كتير مستحيل يكهربنا. مين اللي مستحيل يكهرب؟ كيف؟ بالصيف. بالصيف نحن مستحيل ما لازم بالصيف نكهرب. عفوا بالصيف ايه بالصيف مستحيل نكهرب. نظريا ايه، نظريا بيزد على هذا اللوجيك ايه ما بنكهرب نظريا، وفينا نجربها يعني. بس انا يعني بعتقد انه ما بنشوف الفينومان تبع انك تكمش باب وتشرقط او تسلم على حدا وتكهرب بشكل طبيعي. طبعا مش اذا كنت مثلا، يعني مثلا اذا بتروح هلا على سبينيس او على اديشا، اذا فيك تروح بعد الحجر، بتلاقي انه اذا جايب العربيه وعم جرها، والعربيه بلاستيك الى ايده بلاستيك، ويعني حسب اذا الدولاب تبع مش كتير منيح او انتزع او شيء، بتكون عمالين انت عم تحف على الارض، عم تشرج المكنه، عم تشرجها، فبتيجي للضوء فيها طب كهرب. هيدا ما دخلوا بالشورت تريك اكستيريور، هيدا فينومين الكتروفيكاسيون، عم تعمل الكتريفيكاسيون بطريقه ثانيه، انك عم تحف شيء على شيء، عم تنقل شارج من مطرح للتاني عم بيكهرب. بس اذا بتطلع للكهرب الطبيعي، يعني كل العالم مكهرب، بتنزل من السياره بتيجي تسكر الباب بتشرقب مثلا، هيدا اجمالا بعتقد، يعني انا مقتنع بيسكلي انه ما بشوفه بالصيفي، ما بذكر حالي شي مره شرقطت بالصيفي. اوكي ليش؟ لانه هيدا بيجي من الشونت اللي بين الغيمه والهيدا. وهذا اللي كنت عامل لكم اياه باول فيديو، انه لما بتعبق تعبق منيح، يعني الغام بيعبق بيعبق وغام كتير اجمالا بيكون فيه، بيكون الشان الكتريك صار عالي لدرجه انه الهواء عمليا اللي بيصير الشارج الكتريك بوزيتيف ونيجاتيف بالموليكول تبع الهواء، اذا ما في غام
بلوز او موان نول. لما بتحط شون الكتريك اكستيريور بلش يتزحوا عن بعضهم، يعني شون الكتريك بجيب هالالكترونات وبيتفشهم، فبلشوا يزحوا عن الـ عن البروتونات، يخلق دي بول. كل ما كبر الشون الكتريك اللي جاي من الغام، كل ما هدول حيبعدوا عن بعضهم اكثر، حيبعدوا عن بعض اكثر لحد ما شو يعمل؟ يكسرهم. لما بيكسرهم الشون الكتريك رب صار في الكترونات، صاروا فري، بيقدروا يمشوا. هم بيمشوا بيعملوا اكلير، بيعملوا اكلير، يعني بينزل عليك كذا امبير، كذا 1000 امبير كذا ماديون. فنفس الفينومين، تماما نفس الفينومين بيصير على الاشكال ميكروسكوبيك، وهذا بدنا ندرسه. يعني شو بدنا ندرسه؟ نحن ندرس يعني فينا الماء، اذا بتطلع على الماء، اذا بتطلع على الموضوع. نعم. نحن الناس، يعني البشر، نحن لازم نكون ناتر. هلا ويت، بون، نحن معمولين من سلول، والسلول معموله من اتوم، والاتوم ناتر، بس بنفس الوقت في شقفه كبيره من جسمنا مي. المي سي اون موليكول H2O، والاتش 2 او جوبونس كلي اون موليكول بولير. كمان حنحكي عن الموضوع. يعني عندك موليكولات هن بالاصل بالخلقه تبعيتهم، بالجيومتري تبعيتهم، عندهم ديبول، وفي موليكولات ما عندهم ديبول، رح نشوفهم. اوكي، بس الاتومات اللي عاملين الموليكولات، الاتوم نفسه اكيد نادر. اوكي، فهيدا الشيء، يعني انا هذا اللي بدي اجرب اوصلكم اياه، انه هيدي الماده تحديدا الحلو فيها انه اذا بتحكيها بشكل عام، تنسى الاكواسيونات، شيل الاكواسيونات على جنب، شيل الفورمولات والموديل ما بعرف شو، سي سامبل، يعني بتنفهم، لانه بنقدر نحلل ونفهم شو عم بيصير. شغلتنا بس نتعلم بهيدا الكور اتليست بالبارتي ديالكتريك، وراح نشوف حتى بالبارتيات الباقيين كيف بدي، يعني كومون جو في فورمولي، كيف بدي احط هدول الشغلات دون دي زيكواسيون، كيف بدي ادرسهم تدرس البروبريتي تبعونهم. اوكي، بس راح بتشوفوا اذا نجحت اذا انا نجحت باني فهمكم هذا الشيء. المطلوب تحسوا انه الكونسبت بايخ، اذا انا نجحت، اذا حسيتوه بايخ يعني انا عم شرح لكم اياه وانتم عم تفهموه، لانه الكونسبت كتير سهل، انتم على طول بتشوفوه بتعرفوه مبدئيا، بس نحن بدنا نجرب نفهمه. يعني بدنا نجرب قد نحطه دون اون فورمولاسيون ميكروسكوبيك. اوكي، كرمال هيك بكره بالامتحان، اذا بتشوفوا مثلا امتحان اللي عملته سنة الماضيه مثلا، في دي كيستيون منك مضطر تكتب لي ايكواسيون لتجاوب. واذا بدك تفكر فيها انه انا بدي ايكواسيون هلا، واي ايكواسيون بكتب يمكن ما تعرف تجاوب. ف جربوا. هلا انا في كثير منكم ماني معلمهم، هي اول مره بعلمهم، بس لتعرفوا هالنقطه عني انا تحديدا. انا بالنسبه لي الفيزيك مش ايكواسيونات، مش ماتيماتيك. يعني فيزيك الايكواسيون هي بس عباره عن فورم ماتيماتيك ليفسر شيء انا فهمانه براسي، بس اذا بعرف الايكواسيون مش فهمان شو معناتها العام، رح بتنساها دغري. يعني رح تحفظها قبل 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 نهار نهارين، ويمكن تجيب 100% او بلس، بس انت عمليا الفيزيك ما بتعرفه. اوكي، فانتوا اذا كنتوا هلا بسنه رابعه فلانكم اكيد بتحبوا الفيزيك، فركزوا على الاندرستاندينج، انه انتوا فهمتوا شو الفينومين، وبعدين بيجي الفورمول لحتى يكتب لي هذا الشيء بشكل ماتيماتيك. وبليز وقفوني اذا ما وصلتوا لهذا الفهم. يعني لو اخذنا شويه وقت اول كم ساعه لنعمل ادابسيون على الطريقه، ما بعرف انا الاساتذه الباقيين كيف بيفسروا، زملائي بالجامعه، بس بعتقد انه في كثير ناس بتتكل على الفورمولات، بعتقد لانه انا هيك درسوني كمان. اوكي، ف فوالا، حدا عنده اي سؤال؟ كيف؟ عفوا، مرقة معكم. ايه، شو سؤالك؟ تكون شوي اكثر كومبريانسيب مومون دي بولير. ليش؟ كل
quelle charge électrique, en quel phénomène on y est, les confinements des polaires verts? لا مش لازم يكون في مومنت بولير. الفكرة أنا رح أحكي عنها بالتفصيل المرة الجاية أكشلي، بس الفكرة إنه أنت باغ ناتور عندك نويو وعندك نياج إلكترونيك، صح؟ وهيدي شارجي بلوس، مزبوط ولا لا؟ صح، بس أنا مش شايف، مش مش شايف؟ بس هلا شايف؟ خليني اطفي الكاميرا. شو عم يصير؟ اوكي يلا هعمل ستوب بريزنتنج وارجع اعمل بريزنتنج من جديد. اوكي هلا لازم تصير عم تشوف. نو no? شايف هلا؟ اوكي سو انا عندي النويو اللي هو شارجي بوزيتيفمون والالكترونات اللي هن شارجي نيجاتيفمون. اوكي الديستريبيوشن يعني الديستريبيوشن دون ليسباس، ديستريبيوشن دون ليسباس بتعطيني انه السنتر دو لا شارج بلس والسنتر دو لا شارج موان اثنيناتهم سوبربوزي. يعني هذا نحن بنسميه اذا بدكم السنتر جي بلس والجي موان. دونك لي سنتر دي شارج توتال سون سوبربوزي، يعني مش بس انهم ايجال وسوبربوزي، يعني ان فات بمعنى تاني اذا بدك البلوس والموان الفالور موين تبعهم جيومتريكمون بارلون مع الفالور دي شارج بلس بيعطوني انه هيدي الاتوم نوتر وما عندها اي اورينتاسيون لانها نوتر اصلا، هذا اللي بيخليها تكون نوتر. هلا لما بتجي اكشلي انت وعندك النويو والالكترونات ديزون بهيدا الشكل لي زيلكترون، وجيت حطيت شان او. اوكي الشان او شو بده يعمل؟ بده ياخذ هاي الالكترون ويعمل عليها فورس عكسه، فحيشدها لهون، والشارج بلس هاي رح يعمل عليها فورس رح بيدفشها لهون. فشو بتطلع النتيجه؟ بتطلع النتيجه انه انا عمليا كانه عندي ان شارج بلس زاحح شوي عن الشارج مو، شوي زحوا عن بعضه السنتر تبعهم بعد الاتوم زيرو لانه بعضهم قد بعضهم. بس شو صار؟ صار في عندي ان بتيت سيباراسيون بين السنتر دي شارج بلس والسنتر دي شارج مو، يعني هذا الجي مو وهذا الجي بلس السنتر شوي زحوا عن بعضهم. شو خلق عندي؟ ان ديبول. اوكي اكزاكتومون. وبما انه اذا بدك تفكر فيها انت، بما انه الشان الكتريك او الشان الكترومغنيتيك ils sont partout 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 dans l'univers hein ف normalement on doit trouver partout des dipôles plus ou moins forts. الا اذا بتعزل الشان الكتريك تماما، وفيك تعزل الشان الكتريك، اذا بتعزله بتكون اكيد انه انت ما عندك شان الكتريك بالمطرح المعزول. حنحكي عن هدول الشغلات بالتفصيل. اوكي جريت. طيب هلا هيدي السيسيون كمان مسجله فيديو. اوكي